اوكي ممكن فعلا بمنطقه باكستان بنشوف انه الرجال قاعدين حاطين حلي بشكل عام، لكن بمجتمعاتنا يمكن شوي صارت عم نشوفها. يعني اوكي برا ممكن نشوف كثير رجال حاطين حلق دايموند بيكون من الالماس، لابسين مجوهرات بايديهم، حتى ساعاتهم بتبقى كلياتها من الالماس. ببعض المجتمعات العربيه حتى صرنا بنشوف يعني في مجموعه من الشباب كمان حاطين حلي، لابسين سناسل بشكل عام، لكن ارتبط دائما وجود المجوهرات بالحياه بوجود المراه، لان دائما هي المراه اللي بتحب انها تقتني المجوهرات، بتحب انها تستخدمها بشكل عام بحياتها، بتحرص كثير على هالموضوع. المجوهرات للحقيقه بتختصر باقه من الاحجار الكريمه، الذهب، الفضه، النحاس، البلاتين، اللولو وغيرها، وبيجمعها دائما هالتشكيل الجذاب، هالتصميم الجميل اللي دائما في فنان أنامله هي اللي بتتقن هالموضوع وبتبدع فعلا تصميم كتير فريد. بالفترة الأخيرة هلأ صار في هيك الموضة العالمية عم تشهد للحقيقة عودة كتير واضحة للتراث، تحديدا حتى بالحلي والمجوهرات. صرنا عم نشوف العديد من التشكيلات الكتير قديمة. هلا كنت عم بحكي انا وعاطف على السنسال حتى الموجود هون، قديش انه شكله كثير رائع وجميل، هيدا من الفضه يعني موجود هون انه محطوط بالديكور، لكن هو من الاشياء اللي كثير كثير حلوه، هو كمان قطعه مجوهرات، عم يعني تشكيلات قديمه عم بتزين اعناق النساء ومعاصمهم ببلاد الدنيا، صارت عم تطلع هيك عم تصير من الموضه الحديثه، يعني صار في صراع بين القديم والجديد، عم بمر من خلال ابداع التصميم ذاته وليس من خلال قيمه أو حتى تاريخها أو حتى قدمها أو حداثتها. يد الفنان دايماً المبدع هي اللي بتحدد قيمة القطعة فكرة وسعرها. وهلأ في دور الأزياء العالمية ومصانع المجوهرات كلياتها عم تتسابق نحو جذب واستقطاب أبرع المصممين اللي حقيقة عم يمعنوا البحث بذات المرأة، باهتمامها، بعقلها، بيقوموا بتنفيذ أجمل التصاميم اللي بتبهرها دايماً وبتأسر عقلها وبالطبع بتأسر جيب زوجة بالنهاية. وخلال السنين كلياتها ظهرت القلائل من تصاميم عدة اشتهرت كلياتها بأسماء مصممية، لدرجة أنه صرتوا بتشوفوا القطعة عن بعيد تعرفوا مثلا هالقطعة هيدي تصميم شوبارد، هالقطعة هيدي من تصميم فلان. يعني بشكل عام صار من روحهم بتنحط بقلب القطعة وصارت هي بتدل عليهم بكل شيء بتحمله من ثراء بقيمة المجوهرات. سيجنتشر كان عرض كتير كتير مميز للحقيقة للمجوهرات اللي كل النساء اللي كانوا قاعدين كانت مشاعرهم عم تتدغدغ من خلال المجموعات الكتير رائعة اللي كانت موجودة هنيك. كاميرتنا كانت حاضرة ورجعت بتقرير كتير حلو منتابعه سوا. الأحجار الكريمة النادرة من لندن والقطع المخصوصة من نيويورك إلى التصاميم الخلابة من باريس، جميع هذه المعروضات وغيرها الكثير من أجمل قطع وتصاميم الحلي والمجوهرات الاستثنائية حول العالم وضعها سيجنتشر بين يدي عشاق الأناقة والجمال من خلال المعرضين الحصريين اللذين تم تنظيمهما في كل من دبي وأبوظبي على التوالي في الشهر الحالي. أكيد إيفنت كتير مميز، في إبداعات، في رقي، في فن، في جمال، في ملتقى الذوق الرفيع، في أنامل فنانة ساحرة أبدعت لوصل التحف مثل عم نشوفها اليوم.
المجوهرات كل الناس بحبوها والأغاني كل الناس بحبون، فهيك بربطهم ببعض. ميرسي لألكم، thank you. ويطرح سيجنتشر مفهوما جديدا للتسوق يتيح لعشاق الحلي والمجوهرات الاطلاع على باقة منتقاة بعناية من أجمل وأفخم القطع والتصاميم لأشهر المصممين حول العالم. ويأتي هذان المعرضان كباكورة لسلسلة من المعارض سيقوم سيجنتشر بتنظيمها في المستقبل، وذلك تمهيدا لافتتاح صالة عرضه الدائمة الأولى في الشرق الأوسط. شكرا لكم ومرحبا بكم في معرض سيجنتشر الذي يعتبر الأول من نوعه. نحن شركة جديدة ونحن جزء من مجموعة كبيرة محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه هي تجربتنا الأولى التي نمر بها، وهي بيع قطع المجوهرات بالتجزئة.